بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، مساك الله بالخير ورمضان كريم عليك. وحلقتنا هذه إن شاء الله يعني تبقى كمان هي من الأشياء اللي تطرب الناس وتخليهم يعيشوا لحظاتهم الطيبة مع التراث ومع أغنية الحقيبة. عندنا حيغني ابننا محمد صلاح في البداية، ونشوف محمد صلاح ده يعني حيكون يترنم لنا بشنو. كيف الحال يا سيدنا وابونا دقير؟ وسعيد بكم تاني مرة تانية في قناة أنغام، ورمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. طيب خاطرك، الله يديك العافية أوي. هنقول لاقاني بفرحة تلقاني. نعم، لاقاني بفرحة تلقاني. عبد الرحمن الري حاسب. أيوه، نسمع. من راح حديث واتاني زود علي خفغاني حبيبي لقاني وببسمة حياني حبيبي سلمني بال حياني وبالسلام أحياني سلمني بالحياني وبالسلام أحياني بالدلال عياني ولخبط عليا كياني حبيبي لقاني يا روحي يا ريحاني يا شعري يا الحاني يا روحي يا ريحاني يا شعري يا الحاني الزهرة ما برحاني زي لونك الريحاني حبيبي لقاني وببسمة حياني ساعة الوداع بكاني مخصوص حبيبي عتاني ساعة الوداع أفتاني مخصوص حبيبي عتاني قال لي يا فتاني قابلني كل يوم تاني حبيبي لقاني لاقاني وببسمة أو بفرحة، المهم الحبيب راضي عننا نقبل منه بكل حبل ورد نتكون بقى الغيامة بالبسمة طيبة جدا جدا. شكرا كتر خيرك يا محمد صلاح. وده عبد الرحمن الريع عنده أغاني خفيفة وبيديها الحان التمتم كده وبيتمشي، وعنده أغاني طبعا رومانسية خطرة جدا جدا. وفي ديوانه الهدول ده فيه يمكن كلمة الروح دولة زي 160 مرة، روحي ريحاني الراح البتاع كلها دي لو لم يجمعناها لقينا عدد كبير جدا جدا.
ودوني خفيفة ودمها خفيف وكون المحبوب يلاقيك ويبتسم لك يا أخي، ربنا يزيدك في حبك وفي محبوبك ذاته ويكون راضي عنك. اللهم آمين. عندنا الأغنية القادمة، عندنا اثنين فنانين، في حاتم البنا وفي حليمه، حيغني لنا منه باختلاف الإيقاع. طيب أنا حاغني لكم أغنية قائد الأسطول. قائد الأسطول والله حبابة بلايين، لأن دي يعني أكرمتنا ببادي محمد الطيب، لكن الألحان للسرور الحجم أحمد سرور، ويعني الشاعر سيد عبد العزيز، وفي ناس عندهم إرهاصات قائد الأسطول دي والله غنوها لأنها أغنية وطنية. ما في أغنية وطنية والحياة تغني طبعا، دي كانت أغاني متأثرين بالأدوات الحرب وأدوات الحرب زي مدافعي، لكن ما كنت أقول له يعني فيها سماك مفصول وبتاع، دائما القصور يكون فيها ثلاثة أربعة يعني شق كده وشق كده، لكن بيقوموا يجيبوا لك كده كله عشان ما يدخلوك في هذا. بس ما أغنية وطنية إلى ذا الوصول، أغنية غزل عادية جدا جدا، لكن الفترة اللي قالت فيها كانت أيام حرب بتاعه، استعملوا أغاني بتجي فيها طوالي مفردات بتاعت ال 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 الضعف ولف الوصول تخضع لك الفرسان وبتاع، فدي من الأغاني جميلة. نسمع يا حاتم. Oh,
وفاح ملاك
أرسلت فينا فصول ما هي ديث النفسان ومن ليس ماك أي طول وفصول. يعني الحكاية ورد كثير جدا في القصائد. يعني أنت السماء وبدت لنا واستحصمت بالبعد عنا إن مين ليس ماك أي طول. تاني سألوه عند برضك المولى مولى عبادي تاني برضو عن السماء دي إنه إحنا شايفين لكن ما قادرين نتصرف بتاع. فالناس بتعايل للسماء ده وتتأمل النجوم لكن بس كده ما في تشوف أحبت. وإن كان حزين في ناس سكنوا أجر ووط هناك كان في السماء لكان في القمر. وزي ما قالوا بارك الشعر قالوا أعذب الشعر أكذبه وأكذب الشعر أعذبه. الشعر ما كله كان فيه كذب شديد كل ما كان جميل ومغيد ومرتبط. والله الليلة عادية ودلبنا أديتنا حاجة هذا الأسطول ده حاجة جميلة جدا جدا وفاق ولان كثير زي ما قلت لك نوهت قبل كده. هي ما أغنى وطنية لأنه ممكن سيد يكون يقول له يعني مين اللي سماك يطول للمستعمر ولا ممكن يقول له مبطل فسان. لكن دي أغنية دخلت فيها أشياء كده أدوات حرفة زي ناس عمك عمر مضافع بتاع غنبل وما بعرف شنو ورور نهد وتأمين وبتاع ورور ده طبعا الناس ما بعرف إلا الناس زمان زي كده ور 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 المسدس ور ور نحن بدون تصور فيك يكون المسدس فوق طلقة ويقوم يلفوها كده يقول لها يا زول انت وحظك ان جات الطلقة دي انت لحق هزينين وما جات فكناك الزول بيقوم طبعا طلقة حيملها في الورورة دي ور ور دي الحركة ذاتها. شكرا وكتر خيرك. نشوف ان احنا الحبيب حليم وعنده شنو دار الدين ليه ودارين نختم به ختام مسك. والله ان شاء الله نكون قدر المسك بتكون قدر يا أخوي. استمتعنا والله حقيقة مع الأخوان في صالون أبونا أبشر بالخير. وإن شاء الله أنا حقول غنى القمر على الغصون. جميل غنى القمر على الغصون نسمع. غنى القمر على جميل مثلك ما أظن يكون هيو هيبة ورقة وسكون. جميل مثلك ما أظن يكون هيو هيبة ورقة وسكون. يا البدر اللي وريحك الكون ما خلى شيء فريد عصر الما مثل شيء. غنى القمر على الغصون ذكرني الدر المصون فريد عصر الما
ليك عالي العالم يهون يا الرش الذين المهون ليك عالي العالم يهون يا الرش الذين مناظر فيك يتنزهون في حسن الكون ما خلى شي فريد عصر ما مثل شي غنى القمر على الغصون ذكرني در المصون فريد عصر ما مثل شي ليك عالي العالم يهون يا الرش الذين المهون مناظرك فيك يتنزهون في حسن الكون ما خلى شي فريد عصر الماء غنى القمر على الغصون ذكرني الدر المصون فريد عصر ما مثل شي جميل مثلك ما أظن يكون جميل مثلك ما أظن يكون حيا وهيبة ورقة وسكون يا البدن اللي وروحي كون يا البطران مما نشي ويا البطران الجمر على الغصون. الشعر الحديثين ناس الحقيبة والشعر البادين القمر طبعا شفتوا انتوا كان الدباز ده ولا كان القمر ده لكن أجمل حاجة قمري وقمرية دي الناس دي. أنا شفت اثنين قمري وقمرية القمر مذكر والقمرية ما أسمع راكين في جنينة طرون البين وبكد عينينا زي تاني العجم حد الحسن في الستينات غني يا قمري غني تاني تجي ديك بتاع اجي عم عمر البنا جننني نغمات القمري وخلني تاني في اربع خمسه قصايد برد عن القمري والقمري ولوف وزي ما شفته يعني جمال لطرم ما نشي بتاع ولذلك استعملوه الشعر ديل اما الحمام حدث ولا حرج لو ذاك مره عملنا حلقات جمعناهم كده انه القمري اشتراه واجمل حاجه الجمع بتاع القمري قماري حاجة كده ذاتها شوف أنها سياحية وجميلة جدا جدا شفت كيف؟ فغنى القمر على الغصون ذكرني الدر المصون ده كلام جميل جدا جدا يا حبيبي ما شاء الله عليك وأنا ذات حس ذكرتني النبلة وذكرتني لكن ما القمر المصون اديك العافية وشكرا جزيلا عزيزي المشاهد والمستمع الكريم نصل إلى ختام حلقتنا هذه وإلى لقاء السلام عليكم.